صباح الخير. نهار اليوم رح تكون الأجواء خريفية مائلة للبرودة، بس مع ساعات المساء رح تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، رح تأثر خاصة على مناطق البادية الشرقية مع احتمالية هطول زخات رعدية من الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا. غدا نهارا رح تكون الأجواء باردة، رح تسجل درجات الحرارة نهارا 16، بالليل رح تنخفض ل 10 درجات ورح تكون الأجواء ضبابية. يوم الخميس ويوم الجمعة رح تستقر الأجواء وتكون باردة، رح تسجل درجات الحرارة النهار 16، بالليل رح تنخفض ل 11 درجة ورح تكون الأجواء باردة. رح ننتقل لملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة. سحب رعدية متوقعة اليوم مساء خاصة في مناطق البادية، تنبيه من احتمالية تشكل السيول واستقرار الطقس يوم الخميس. رح نستعرض درجات الحرارة نهار اليوم في المدن الأردنية. إربد 20، المفرق 18 والزرقاء 19 وأجواء معتدلة. عجلون 18، جرش 19، شرق عمان 18 درجة وأجواء باردة. السلط ومعدبة 18 وغرب عمان 17 درجة. البحر الميت 24، الكرك والطفيلة 14 درجة. رح تسجل بمعان اليوم 17 والعقبة أجواء مشمسة و23 درجة. هاي الليلة رح تكون الأجواء باردة مع احتمالية هطول زخات من الأمطار. رح تسجل بقرب 9، المفرق 7 والزرقاء 8 درجات. عجلون 9 درجات، جرش 10 درجات، شرق عمان 8 درجات، غرب عمان 9، أجواء باردة، السلط 10 ومعدبة 8. البحر الميت 14، الكرك والطفيلة 7 درجات، أجواء باردة، معان 6 درجات والعقبة أجواء باردة هاي الليلة و13 درجة. بالنسبة للطقس والنشاطات الخارجية، الأجواء رح تكون جيدة اليوم لممارسة أغلب النشاطات الخارجية خاصة مع ساعات الظهر. بالنسبة للصحة رح تكون الظروف الجوية محفزة بشكل عالي للإصابة بأغلب الأمراض. رح تكون الأجواء جيدة اليوم لممارسة الرياضة الخارجية. رح ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية.